تشتت في الخارج وخلافات وانقسامات على جبهات عدة ومؤسسات إعلامية متخبطة تنهشها صراعات النفوذ والسلطة والمال. فما بين اسطنبول ولندن تواصل الجماعة المنقسمة إطلاق قنوات فضائية ومنصات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، والهدف إشعال أزمة وترويج الكذب والخداع وتزييف الحقائق، سعياً منهم للوصول لأهدافهم في زعزعة أمن واستقرار مصر. فمنذ خلع الرئيس الراحل محمد مرسي من حكم البلاد في 3 يوليو عام 2013، اندلعت مظاهرات عدة من قبل جماعة الإخوان المسلمين في كل أنحاء مصر، كان بطلها التفجيرات والاغتيالات والاعتداء على الكنائس والأبرياء، وحالة من انعدام الأمان في مصر تلتها عمليات إرهابية استهدفت شخصيات قضائية وأمنية راح بسببها الكثير من الأبرياء. فبعد فشل الجماعة على مدار سنوات من زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، لجأت لدعوات مجهولة من أناس مجهولين للتظاهر ضد الحكومة المصرية، بل وصل الأمر لتمويل هذه الدعوات من خلال إنشاء قناة فضائية تحمل اسم موعد التظاهر، وهي قناة الحرية 11/11، وهي قناة فضائية تبث من العاصمة البريطانية لندن. تدعو القناة للتظاهر ضد الحكومة المصرية في 11 نوفمبر الجاري، ويقف وراء تلك القناة إحدى جبهات الانقسام داخل الجماعة، وهي تيار التغيير، وعلى رأس توجهات تلك الجبهة تبني العنف والثورة ضد النظام المصري، تقودها قيادات حسم والخلايا المسلحة للقيادي السابق محمد كمال. يدير تلك الفضائية أحد أذرع الإخوان الإعلامية معتز مطر، ويمولها الذراع المالية للجماعة مدحت الحداد. لكن لطالما كثرت دعوات جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر وإثارة الفوضى في مصر، لكن دائما تأتي المحصلة صفراً.